على مدار 3 أيام انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، الاستحقاق الأهم والأبرز والأرفع في الحياة السياسية المصرية، حق أصيل لكل مصري ومصرية أن يختار بمنتهى الحرية من يحكمه لست سنوات قادمة. بحسابات الزمن هي 72 ساعة، نحن في اليوم الأخير والساعة الأخيرة منها قبل غلق صناديق الاقتراع، لكن بحسابات الوطن الأمر مختلف. نحن أمام مساحة مصرية خالصة تتجلى فيها عبقرية الشخصية المصرية من حيث المشاركة الإيجابية لكل أطياف المجتمع، ومن حيث اليقظة والوعي اللافتين والانحياز لوجه الوطن فقط دون غيره. مشاهد حين نتأملها منذ بدء العملية الانتخابية تدعو للفخر والزهو والاطمئنان على مصريتنا. هي مشاهد تحمل العديد من الرسائل تقول لنا وتقول لهم، تقول لنا كمصريين إن هذا الوطن نابض وحي بأهله وشعبه وناسه، وإنه يدرك تمام الإدراك ما يحيط ببلادنا من مخاطر وتحديات في لحظة فارقة في عمر الوطن تمر بها منطقتنا. وتقول لهم للعالم كله، هنا شعب هو السيد دون منازع، هنا شعب قادر على صنع مستقبله وتحديد مصيره، هنا شعب يجسد الحكمة الفرعونية القديمة التي تقول الكل في واحد والواحد في الكل. تغطيتنا مستمرة مع الساعة الأخيرة قبل غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثالث من العملية الانتخابية. تغلق صناديق الاقتراع وتفتح أبواب أمل جديدة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. بعد التحية والسلام شايل لك رسالة، سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر يا حر ابن حر، يا حر بعد التحية والسلام لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. كمل مشوارك بالسكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك بالسكة
تشيلها، ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. مصر 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 تحيا مصر يا مصر. مصر 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 تحيا مصر تحيا والحمل لو يتقل عليك اربي عليا، مدد لك ايديا وجنبك وكمل دوافك، وعارفك من العشرة انك قد المسؤولية. يا المواطن استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقل عليك اربي عليا، لك ايديا وجنبك وكمل دوافك، وعرفك من العشرة انك قد المسؤولية. كمل مشوارك دي السكة لسه في اولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكمل. لو شلت امان عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجال. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب هيكملها. لو شلت أمان عارفك قدها وقدود هتشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجال. مصر 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 تحيا مصر. مصر 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 تحيا مصر. بقي من الزمن حوالي 40 دقيقة، والحقيقة من اليوم الأول وحتى هذه اللحظة حالة من حالات الإقبال الكثيف في مختلف اللجان المنتشرة على مستوى الجمهورية، كثافة تصويتية كما نتابع عبر الشاشة وعبر النوافذ المفتوحة على كافة اللجان، إقبال كبير. نتحدث عن 40 دقيقة الأخيرة أو ما يقرب من 40 دقيقة، وتغلق صناديق الاقتراع في مختلف اللجان المنتشرة في أنحاء الجمهورية. الحقيقة المصريين قادرين دائما على إثارة الدهشة وعلى الإقبال بمختلف الأطياف المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي الأرفع والأهم في الحياة السياسية المصرية. يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو سعادة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والحديث عن اليوم الثالث وحصاد الأيام الثلاثة في الانتخابات الرئاسية 2024. بنرحب بحضرتك، منورنا وشرفنا. أهلا بسيادتك دكتور محمد وكل السادة المشاهدين. سيادة النائب، بداية يعني إجمالا أهم الملاحظات أهم المشاهدات من اللحظة الأولى لانطلاق العملية الانتخابية وحتى الآن قبل إغلاق الصناديق بنصف ساعة. عملية انتخابية المصريين أثبتوا فيها والتصويت فيها بكثافة غير عادية، في كل لحظة بيبقى فيه دخول إدلاء بالأصوات، تكدس للإدلاء بالأصوات، فرحة لينا ان احنا نشوف المظهر الحضاري ده. المواطن المصري بيستخدم حقه الدستوري والديمقراطي وبيختار بحرية تامة، بيختار في أمن وأمان، بينزل النهاردة عشان يحط قدامه مستقبله في خلال الست سنوات القادمة. مظهر حضاري، عملية انتخابية حضارية راقية على مستوى عالي جدا من الجمال ومن الاحترام ومن الرقي ومن الخدمات. النهارده بنشوف قدامنا مظهر الحقيقه ما شفناهوش قبل كده واسعدنا جميعا.
ايه كلمه السر يا فندم؟ يعني ايه المختلف في هذه الانتخابات عن الانتخابات والاستحقاقات الرئاسيه السابقه؟ لانه النهارده حتى يعني انا تابعت في اكثر من لجنه في حاله من حالات التصميم على المشاركه، في حاله من حالات انه لا اللحظه دي انا يجب ان اشارك وان ادلي بصوتي، في استشعار كده للمواطن المصري في هذه الانتخابات باهميتها بشكل كبير جدا. ده صحيح، وبشكر حضرتك على الكلام ده لسبب بسيط، لان العمليه الانتخابيه المره دي ليها طعم ولون مختلف خالص. بدايه من الطموح، وهنأجل كلمه الطموح دي شويه للانسان، مرورا باللي اتعمل من الهيئه الوطنيه للانتخابات والرسائل اللي صدرت منها للمواطن اللي خلت المواطن يبقى يشعر بان صوته هيبقى مؤثر وهيبقى له دور مهم وصوته هيحترم. فبالتالي شجعت المواطن على انه ينزل، وده طبعا بيخلينا نوجه الشكر لقضاة مصر الشامخين اللي سابوا النهارده بيوتهم وراحوا حضروا في اللجان، واحنا شفنا قدامنا وشفت وانا بصوت في اللجنه عندي كمان اللي انا رحت فيها، شفت المعالي المستشاره باحترامها للناس ومساعدتها للناس وبالنزول بالهدوء لخدمه الناس، الكلام ده كله خلى الناس بقى عندها حب لانها تدي صوتها، وكل واحد بيقول للتاني، يعني ما كلنا بنقول لبعض، في دوائر تاثير، يعني كل واحد بيؤثر في محيطه سواء الاسره او الاصدقاء او الاقارب. النقطه الثانيه الاعلام المصري، الاعلام المصري والشركه المتحده في الدور اللي قامت بيه، والعداله، العداله اللي حس بيها المواطن وحس بيها المرشح. انا خدت 100 دقيقه وده خد 100 دقيقه، الحقيقه تساوي بين الناس وبعضها بصرف النظر عن مين وإيه. الرسائل اللي الإعلام عملها بحيادية تامة والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، كل دي حاجات خلت المواطن في النهاية بيبقى بيركب. أصل المصري ناصح، والمصري يعني زي ما يقول واعي وعارف كويس قوي هو بيعمل إيه، ويمكن يبقى قاعد كده بيسمع لكن هو واخد قرارات. الجزء الثاني اللي أنا كنت عايز أقوله لحضرتك الطموح. طموح الإنسان ما بيقفش عند حاجة معينة، الطموح احنا شفنا الإنجازات اللي تمت على الأرض الواقع والخدمات اللي تقدمت والتطوير اللي حصل في مصر، ومصر بنقول عليها بتنور كل شوية، بتطلع لقدام وبتزدهر، فالطموح كمان بيزيد، فالمواطن بقى عنده طموح في اللي هيختاره. الطموح ده ما بيقفش عند حد معين. طيب الخدمات اللي تقدمت والإنجازات اللي اتعملت على أرض الواقع، بعض الناس تتفق عليها وتبقى مبسوطة منها جدا، وفي ناس تقول لك والله الموضوع مرتبط بالمواد بالحالة الاقتصادية أو غيره، لكن الطموح موجود عند الناس وشايفينه أنه مش هيتحقق إلا مع اللي احنا كلنا يعني متفقين على اننا نقف معاه. فبالتالي ده جزء مهم جدا خلت الناس تنزل عشان تكمل المشوار بتاعها. النقطة الأخيرة اللي لابد من اني اقولها، احنا شفناها وبوجه لهم الشكر قوي، اخواتنا واصدقائنا وحبايبنا من رجال الشرطة. صحيح، عملية التأمين لكافة اللجان، احنا بنتكلم على عدد يعني لجان بيصل إلى حوالي 9376 مركز انتخابي و11631 لجنة فرعية، كل ده مؤمن بلا مشاكل. خلي بال حضرتك بلا أي مشاكل، في مظهر حضاري جدا، في ضباط وأفراد شرطة بيخدموا وبيخدموا على المواطن أنه يتفضل بأمن وأمان يدي صوته في الداخل. فكل العملية دي جمعت مع بعض خلت الناخب يبقى نازل مطمئن وراضي وعنده طموح واللي عايز يوصل ليه في المستقبل. فالحقيقة العوامل دي كلها ساعدت في أن يبقى فيه كثافة، حتى انتظام يعني ويسر العملية الانتخابية، بدءا من دخول اللجنة حتى التصويت في الصندوق. يعني لما تابعنا كل المؤتمرات الصحفية من داخل الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، كان الحديث أنه الشكاوى فقط فيما يتعلق بالتكدس والازدحام، يعني ما فيش أي مشاكل فنية أو لوجستية في عملية الانتخاب. طيب مشهد الأحزاب السياسية، وده مهم جدا لأنه إحنا أمام انتخابات تعددية فيها طابع تعددي، المرشحين يعني ثلاثة من المرشحين بنتحدث عن مرشح معارض، مرشح لحزب حزبي زي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السيد فريد زهران، أو حزب الوفد العريق الدكتور عبد السند يمامة، أو الحزب الجمهوري، ففي ألوان ومشارب سياسية مختلفة.
أهمية هذا المشهد وانعكاسه على فكرة التعددية في الأحزاب السياسية، وأنه رجل الشارع يبدأ يتعامل بشكل مباشر مع مثل هذه البرامج يا فندم. كل الشكر والتقدير للزملاء في الثلاث أحزاب اللي دخلوا العملية الانتخابية، وكل الحب ليهم، ونتفق على أن التجربة تجربة ديمقراطية حقيقية بتسري الحياة الحزبية. لكن احنا واخدين للتصويت بالنسبة لنا كتحالف أحزاب سياسية وكأحزاب أخرى إلى المرشح المستقل، دي وجهة نظرنا احنا في الاختيار. إنما التجربة الحقيقة تجربة كويسة جدا، وبتسري فعلا الحياة الحزبية، وبتأكد على إن في أحزاب موجودة. واحنا شفنا النهاردة على أرض الواقع الأحزاب قامت بالدور ممتاز جدا بكوادرها بشبابها بناسها مع المواطن. يعني مش عايزين نختزل الموضوع كله عند الأحزاب، ولكن مع المواطنين اللي نزلوا كمان بدون ما يقبلهم. دي فرصة أن الأحزاب يعني دورها ينشط في الشارع المصري، الناس تعرف إيه هي الأحزاب وبرامجها. ده بقى سيادتك اللي احنا المفروض نتحرك في خلاله، يعني منذ إطلاق الحوار الوطني والتفاعل اللي تم داخل الحوار الوطني، والتقارب اللي تم بين الأحزاب، والتثقيف اللي تم من الأحزاب لبعضها، واحد بيتكلم في موضوع فالتاني بيستفيد منه، وده بيتكلم في موضوع وهكذا. كل ده عمل حراك سياسي منذ أطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، عمل حراك. الحراك نتج عنه إن الأحزاب بقت موجودة وليها آراء، نزلت على المؤتمرات الخاصة بالمرشح، لكل واحد بيأيد المرشح بتاعه، انتهاء بالدور الديمقراطي اللي كل الأحزاب النهاردة اشتغلت فيه وثبتت بوجودها. وفي نفس الوقت ما بقاش في اختلاف بين حزب وآخر، بل بالعكس انت تختار اللي انت عايزه وانا اختار اللي انا عايزه في جو ديمقراطي متميز. طب ينضم الينا هاتفيا الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب المصريين معنا على الهواء مباشره. يعني دكتور حسين، بعد التحيه خلاص احنا بنتكلم على دقائق قليله، حوالي يعني نصف ساعه وتغلق صناديق الاقتراع. كيف تابعت سير العمليه الانتخابيه من يومها الاول وحتى هذه اللحظه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. احنا الاحزاب المصريه بشكل عام وتحالف الاحزاب المصريه اللي بيضم 42 حزب وحزب المصريين على وجه الخصوص، احنا بدانا العمليه الانتخابيه الحقيقه من قبل الانتخابات، لان الاستعداد للانتخابات وتهيئه المواطن وتوعيه المواطن لاهميه حقه الدستوري والقانوني في الادلاء بصوته وواجبه الوطني في المشاركه في العمليه الانتخابيه وفي صنع مستقبله كان له الأهمية القصوى في تحالف الأحزاب المصرية. وبناء عليها احنا عقدنا عدة ندوات، تلاها عدة مؤتمرات، تلاها عدة جلسات منفردة في كافة المحافظات والمراكز، كلها مع المواطن البسيط اللي محتاج يعرف الأول أهمية صوته ثم أهمية نزوله للانتخابات. لأن معظم الناس المؤيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عندها بعض الخطأ الغير مقصود في اعتقادهم بأنه ناجح، فبالتالي ملوش أهمية مشاركته وصوته مش هيفهم. فطبعا ما كانش على دراية بأهمية الوضع السياسي في منتهى الخطورة حاليا اللي بتقابله مصر في ظل التحديات الجسام اللي مصر عايشة فيها، وأهمية إحساس العالم كله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف على أرض صلبة بشعبه وب 105 مليون مواطن مخلص خايفين على وحدة أرضهم وعلى سلامة أرضهم وعلى مستقبل أولادهم. فده كان الحقيقة الدور الأساسي اللي احنا اشتغلنا عليه من فترة كبيرة. ثم من بداية العملية الانتخابية معظم أحزاب التحالف عملت غرف عمليات لمتابعة المواطنين والعمل على حشد المواطنين وتسهيل وتذليل كافة العقبات اللي بتقابل المواطن البسيط في وصوله إلى اللجنة، ابتداء من معرفة اللجنة الانتخابية بتاعته وهيدي صوته فين، وسيلة الانتقال، تذليل العقبات اللي قدامه. وصل الأمر لبعض الناس المرضى إن احنا نهيئ لها كافة الإسعافات اللازمة لنقلهم للمقر اللجان. الحقيقة كل التحالف اشتغل
على مدار الثلاث ايام شغل 24 ساعه. وده جميل جدا وده عظيم جدا دكتور حسين. سياده النائب اتفضل يا فندم. ده شيء عظيم جدا فكره التوعيه السياسيه والتثقيف ودفع يعني تفعيل المشاركه السياسيه للمواطنين شيء رائع وعظيم جدا. حاسس عايز اسال حضرتك فيما يتعلق بالمطلوب من هذا التحالف الفتره المقبله، يعني احنا بنتكلم على تحالف الاحزاب المصريه اللي بيضم 42 حزب احزاب مختلفه، كيف توحدت رؤى هذه الاحزاب المختلفه في الاتجاهات لتحت يعني مظله واحده وعلى ارضيه واحده هي المصلحه الوطنيه، حصل ده ازاي وازاي ده ممكن يخدم العمليه السياسيه في مصر ما بعد هذه الانتخابات؟ جميع الاحزاب التحالف وان كانت تختلف الى حد ما في الرؤى والايديولوجيات الا ان كلنا بنتفق على حب الوطن وعلى الوقوف خلف الدوله المصريه وخلف القوات المسلحه والشرطه الباسله وخلف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوحده مصر ولنجاح مصر ولاجتيازها كافه التحديات التي لا هدف ليها الا اسقاط الدوله المصريه. ونحن نقف لكل اعداء مصر في الداخل والخارج بالمرصاد. واحنا كاحزاب احنا بنقول علينا دور وطني مكمل لدور الدوله المصريه، احنا علينا المواطن البسيط، احنا بنكمل الخريطه السياسيه للدوله المصريه، وبالتالي على كل الاحزاب الوطنيه ونحن جميعا احزاب وطنيه اتفقنا على حب مصر، واتفقنا على رجل واحد هو ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نقل مصر نقلة نوعية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، كنت معنا هاتفيا. ونعود مرة أخرى لضيفنا الكريم سعادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية. كنا بنتكلم دلوقتي على هذا التحالف، حضرتك أمين عام هذا التحالف. هرجع خطوة للمربع ما قبل الانتخابات والحوار الوطني اللي استمر لمدة عام، شاركت فيه كافة أطياف العمل السياسي والأحزاب بشكل يعني كبير، وكان ليه مجموعة من المخرجات المهمة جدا اللي أدت إلى هذا المشهد الانتخابي اللي احنا تابعناه. ومن ضمن أهم هذه المخرجات الإشراف القضائي الكامل واستجابة السيد الرئيس الحالي لهذا المطلب. أهمية هذا الحوار الوطني وتفعيله وهذا المشهد الذي نتابعه الآن. في إفطار الأسرة المصرية أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إفطار الحوار الوطني، ووقتها قلنا يعني عايزين نعرف إيه الحوار الوطني والحوار يعني إيه. ولكن بعد تقريبا لو سيادتك تتذكر والسادة المشاهدين إحنا تقريبا قعدنا سنة صحيح. كان مجلس الأمنة بيعد الموضوعات اللي إحنا كنا بنبعت ليها علشان نقول إحنا المشاكل بتاعتنا إيه. أما ابتدى الحوار الوطني ابتدت معاه لحظات فارقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر. الأحزاب تفاعلت، ناقشت الموضوعات، قالت آرائها. كان في حد يعني كلنا متفقين عليه، هو ألا نتعدى احترام الدستور والقانون، أما بعد ذلك مفيش خطوط حمراء. فكان الحوار الوطني بلا خطوط حمراء. نتيجة الحوار اللي دار بين الأحزاب وبعضها والتثقيف اللي الناس استفادته والكلام اللي اتقال طلعت مخرجات. المخرجات دي كان من ضمنها زي ما سعادتك قلت الإشراف القضائي واستجابة السيد الرئيس على الإشراف القضائي. دي كانت نقطة مهمة جدا اللي خلتنا النهاردة نبقى كل الناس نازله، لان الاشراف القضائي القاضي الشابق بص حضرتك ما فيهوش نقاش. واحنا كمان عندنا في الثقافه الانتخابيه المصريه من زمان بنثق جدا في هيئه القضاء. يعني صحيح. لما استشعر انه في اشراف قضائي كامل فده بيدي مؤشر للحيده والنزاهه بشكل كبير، بيريح الانسان ان صوته في مضمون وانه مش هيبقى في لعب في الصندوق وان الامور هتبقى ماشيه، لان القاضي قاضي يعني ده حاجه ما فيهاش نقاش يعني. فدي كانت بتدي دفعه كمان للإنسان للمواطن المصري انه ينزل يدي صوته بحريه تامه. الحوار الوطني كان ليه نتائجه كويسه جدا، وانا سمعت ان هيبقى فيه كمان جلسات قادمه. النتائج بتاعته ممتازه، ناقشنا كل الموضوعات تقريبا او اغلب الموضوعات بحياديه تامه وبحريه تامه. كل الكلام ده كله يعني تسخين وتفعيل وتواجد على ارض الواقع
وادى دور للاحزاب انها تبقى موجوده بمنتهى الصراحه. يعني يعني الاحزاب النهارده لما اتكلمت في الحوار الوطني وناقشت موضوعاتها وقالت ارائها بما فيها قانون الاحزاب وقانون المباشر للحقوق السياسيه، كل الكلام ده كله كان ليه نتائج كويسه جدا انعكست على الاحزاب بالايجابيه. على ذكر التسخين زي ما حضرتك بتقول، احنا يعني بعد الانتخابات الرئاسيه في استحقاق خاص بانتخابات المجالس المحليه وانتخابات مجلس النواب في 2025. يعني احنا بنتكلم انه ده تسخين بقى اللي احنا رايحين عليه عشان ندخل ملعب السياسه بشكل كبير. طيب هرجع مع حضرتك لضمانات هذه الانتخابات. اتكلمنا عن الاشراف القضائي وان ازاي المواطن المصري يثق في قضائه ويشعر انه يعني العمليه تسير بنزاهه وحايده يعني بشكل كامل. ايضا هناك فتح الباب لكل الاعلاميين والوسائل الاعلاميه لمنظمات دوليه لمتابعه العمليه الانتخابيه، عندنا اكثر من 42 منظمه دوليه مراقبين ومتابعين ومنظمات محليه ايضا. شايف اهميه التاكيد على هذا الجانب ازاي يا فندم؟ انا الحقيقه في بعض وجهات النظر انه ما كناش محتاجين حد يبص على علينا، لكن احنا الحقيقه النهارده بنقول احنا مبسوطين جدا لوجود ال 42 جهه منظمه، لان برضو الناس دي لما بتتكلم وبتقول رايها وبتقول ما لهاش مصلحه هي بتقول الحقيقه، فكون ان هم النهارده طلعوا كمان امبارح تقريبا من ايطاليا او طلعوا بيان والجهات الاخرى طلعت بيان بتؤكد على حياديه العمليه الانتخابيه، فدي رساله للعالم من العالم لصالح العملية الانتخابية في مصر. والحقيقة الإشراف القضائي مع وجود المنظمات اللي بتبص على الانتخابات، مع وجود الإعلام اللي جاي من الخارج ويطلع البيان ده، ده حاجة حضرتك ممتازة جدا لصالح العملية الانتخابية ولصالح المصريين. وعشان كده كمان بنقول اللي جاي أفضل، صح اللي جاي أفضل للكلام ده. وخلال كمان الساعات اللي جاية دور مهم جدا لوسائل الإعلام، لأنه مع غلق صناديق الاقتراع سيادة النائب بيحصل عملية الفرز، وعملية الفرز بيتم متابعتها من وسائل الإعلام، وده أيضا بيدي نوع من الشفافية بشكل كبير داخل كل اللجان. بعد الغلق مباشرة تبدأ عمليات الفرز في اللجان الفرعية، ثم ترفع المحاضر إلى اللجان العامة. دور مهم جدا. يعني اسمح لي عايز أكد على حاجة في الجزئية دي. احنا شفنا النهاردة ومبارح وأول مبارح اللقاءات اللي بتتم عبر زوم مع السيد المستشار في الغرفة المركزية، في الغرفة المركزية مع السادة القضاة في المحافظات، وبيطمن على الحالة وبيطمن على الأمور إيه، وعملية واضحة قدام الكل. يعني التلفزيون والشاشات نقلاها بمنتهى الشفافية والحيادية. شفنا كمان الكلام ده بيدي طمأنينة للناخب وبيدي طمأنينة للشعب كله. يعني النهاردة مسألة الإعلام ومسألة إن إحنا بنشوف الكلام ده قدام عينينا والفرز اللي هي يبقى قدامنا بالكامل، كل الكلام ده كله بيوصلنا في النهاية إلى إن الصوت بتاع الناخب في محله، وهو اللي هيحدد مستقبل مصر في القادم. المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات كان ليه تصريح امبارح وتحدث إنه يعني دي أول انتخابات تشهد يعني مشاركة غير مسبوقة، وتحدث إنه النسبة وصلت إلى ما يقرب 45%. احنا بنتحدث عن كتله انتخابيه تصل الى 30 مليون ناخب، لو احنا اتكلمنا انه من له حق الانتخاب حوالي 67 مليون، ده رقم يعني غير مسبوق ويعتبر حتى من المؤشرات الاوليه. تقراه ازاي يا فندم؟ اقراه ان المواطن المصري الوعي عنده اختلف بقى اعلى، المواطن المصري اصبح حريص جدا على بلده، المواطن المصري حريص قوي على الامن والامان، المواطن المصري حريص قوي على ان استمرار الامن القومي المصري والدور المهم اللي بيقوم به القوات المسلحه في حمايه الوطن. فالحقيقه كل الكلام ده كله بياكد على اللي سيادتك قلته. معانا على الهواء الان دكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي. دكتور عفت، يعني بعد التحية حصاد الأيام الثلاثة ونحن نقترب الآن إلى لحظة غلق صناديق الاقتراع، كيف تقرأ المشهد الانتخابي الانتخابات الرئاسية 2024؟ بداية مساء الخير دكتور محمد، وتحياتي لسيادة النائب تيسير مطر مايسترو تحالف الأحزاب المصرية. الحقيقة يعني أنا عايز أقول لكم نفرح لأن المشهد كله سعادة لكل المصريين، مشاركة كبيرة وإحساسنا كلنا أن يعني مصر الحضارة ومصر
التاريخ حاضرة في الثلاث أيام اللي فاتوا دول للحفاظ على أولا على الإنجازات اللي تمت في العشر سنوات السابقة، ومسؤولية جديدة للمستقبل القادم لفترة ست سنوات قادمة كل المصريين بتأمل في يعني إحساسها بالأمن والأمان والرخاء، ومسألة الأمن القومي اللي كلنا النهاردة شعرنا من كلمات فخامة الرئيس من اليوم الأول للزلزال اللي حصل في أحداث غزة، إن مصر قد إيه شامخة، وإن مصر فيها قائد له رؤية ورؤية خلت العالم كله الحقيقة دكتور محمد، العالم كله النهاردة يعني ماشي ورا مصر، ماشي ورا الرؤية، وماشي ورا الخطوط الحمراء اللي وضعتها مصر لهذه يعني الحالة اللي احنا كلنا يعني مش قادرين نصدقها حتى هذه اللحظة اللا إنسانية اللي بتتعامل بيها مع أهلنا في غزة يعني. طب دكتور عفت، يعني ما المطلوب من رئيس مصر القادم؟ الأولويات على أجندة الرئيس المقبل؟ احنا محتاجينه بقى يبتدي يدلع المواطن البسيط، يعني المواطن البسيط عايز يشعر الفترة القادمة انه محل اهتمام مباشر. مسألة الدخل بالنسبة للمواطن البسيط مسألة حاكمة وأساسية في الفترة القادمة، وبالتالي البعد الاقتصادي هيكون هو صحيح. الشغل الشاغل للرئيس القادم. هو احنا طبعا عندنا شواهد، عشان كده انا بكلمك في انجازات، لان احنا شايفين اتجاه الدولة في المشروعات الصناعية وفي المشروعات الزراعية، يعني اهتمام شديد في العملية الانتاجية اللي بالتأكيد ان شاء الله تعود علينا يعني بكل الخير الفترة القادمة. والأهم من ده كله طبعا النظر في البعد الاقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل متكامل، وأيضا يعني اتخاذ قرارات حتى وإن كانت يعني هتيجي شوية على بعض الفئات، إلا أن في مجموعها هتبقى لصالح المواطن البسيط الفترة القادمة إن شاء الله. دكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك، ونعود مرة أخرى لضيفنا سعادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أمين عام تحالف الأحزاب المصرية. يعني زي ما تابعنا، الملف الاقتصادي هو هيكون على رأس أولويات رئيس مصر القادم برأيك؟ أنا معك. الفترة القادمة سيادة الرئيس هيتحمل كل طموحات المواطن المصري، وأول طموح للمواطن المصري إنه حالته الاقتصادية تتعدل ويبقى ظروفه المالية أفضل، وإنه يقدر يبقى آمن على عيشه وعلى مأكله وعلى تعليمه وعلى صحته. مزيد من الكلام ده احنا محتاجينه، مزيد من الطموحات زي ما قلت لسيادتك سقف الطموح بيرتفع. محتاجين من سيادة الرئيس في الفترة القادمة حل مشاكل الصناعة، الارتقاء وزيادة الرقعة الزراعية، أيضا الزراعة والصناعة هم الأهم بالنسبة لنا. محتاجين نزود الانتاج عشان نقلل الاستيراد. محتاجين ان احنا قيمة الجنيه بتاعنا يرتفع مرة تانية. ده طبعا من ناهيك عن النقطة الأساسية للأمن والأمان والأمن القومي المصري، لأن احنا شفنا زي ما سيادة النائب عفت قال الأهمية مصر كدولة محورية، وإن مصر هي صمام الأمن والأمان للوطن العربي بالكامل. اللي احنا بنشوفه في غزة والتصرفات الإجرامية الغير طبيعية اللي بتتم من الجيش الصهيوني لأهلنا مخلينا احنا كلنا مصطفين خلف سيادة الرئيس، وبنقول له احنا بنفوضك في اللي انت شايفه لصالح الأمن القومي المصري، ودي نقطة مهمة جدا، ولصالح الأمن والأمان للمواطن المصري. ده بعد مهم جدا بيضعه الناخب أو المصري وهو بيذهب إلى لجنة الانتخاب، يعني فكرة سأختار من يعني يعزز ويحافظ على الأمن القومي المصري. أنا عايز أقول لحضرتك، لو ما فيش أمن وأمان ما فيش صناعة، ما فيش اقتصاد، ما فيش انتخابات، ما فيش حاجة خالص. فالأمن والأمان ده الأساس في الحياة العامة. عشان كده احنا بنركز مع الرئيس القادم لينا في استمرار الأمن والأمان، استمرار الأمن والأمان لكل المواطنين، عشان حتى الإنسان يقدر يتحرك، يقدر يشوف شغله، يقدر ينزل يشوف حاله. تمام. لو رجعنا مرة ثانية للمشهد، والمشهد الحقيقي هو مشهد مصري بامتياز، من اليوم الأول شفنا اصطفاف للطوابير
وعايز ارجع كمان الى المصريين بالخارج، لانه 1 2 3 ديسمبر ايضا تابعنا ملحمة وطنية مصرية لحوالي 14 مليون مصري بالخارج، كان في كثافة تصويتية كبيرة جدا. يعني مشهد تصويت المصريين بالخارج شفته ازاي؟ شفته في رؤية جميلة جدا باصطفاف المصريين في الخارج اعتبارا بانهم شكرا كتر خيرك اعتبارا بانهم هم كجسد بره مصر لكن روح مرتبطين بمصر. وده بيؤكد دايما انه في جسور تواصل مستمره ما بين الدوله المصريه وابنائها بالخارج. بالظبط بالظبط، وده بياكد الكلام ده. فاللي عملوه المصريين في الخارج والملحمه اللي عملوها والنتائج اللي احنا دي كانت مؤثره برضه على المصريين في الداخل. هم شجعوا المصريين في الداخل بان شفنا اخواتنا واهلنا بره عملوا ايه، فاحنا كمان ابتدينا نسخن ونروح معاهم في نفس الاتجاه، لان كلنا في النهايه مصريين ودي بلدنا والمواطنة والأمن الإنسان وانتمائه لبلده ده شيء كويس جدا. فكل الشكر والتقدير لأهلنا وأخواتنا المصريين في الخارج. كان في مشاركة لافتة كمان، يعني متأمل لطوابير الانتخابات الشباب اللي دايما يعني بيتهم كده بأنه بالعزوف عن المشاركة السياسية، شفناه حاضر في قلب المشهد الانتخابي بشكل كبير. المرأة طبعا موجودة بقوة كعادتها دائما في كل الاستحقاقات السياسية. شايف المشاركات ازاي من مختلف فئات واطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسيه؟ انا عايز اقول لحضرتك واحنا بنتكلم فيها بصراحه، الشباب كان في يعني ازمه ثقه، كلام كلام بيتقال ان هيشاركوا لا مش هيشاركوا، هيتواجدوا لا مش هيتواجدوا. اتضح من المشاركه الفعليه وان الشباب المصري شباب واعي، شفناه في المؤتمرات شفناه بالمقابلات اللي كانت بتتم قبل الانتخابات. الشباب المصري شباب ذكي جدا، شباب بيحب بلده، شباب قال انا هشارك عشان خاطر بلدي وعشان خاطر بكره، ومش فارق معايا الكلام اللي بيتقال والفيديوهات اللي بتنزل ادينا بتفرج عليها وخلاص، لكن انا في النهايه شاب مصري هنزل وهشارك دليل على انه بيحب بلده وواقف ورا قيادته السياسيه وانه باصص لبكره، ان طموحه جاي معاه لبكره. فبالتالي كانت مشاركة قوية جدا من الشباب، مش عشان يدي صوته بس، الحقيقة اللي احنا شفناه شباب واقفة بتنظم، صحيح شباب واقفة بتساعد، متطوعين كمان امام اللجان، مش ممكن عدد كبير جدا عديدة حابين يساعدوا الناس حتى بالظبط كده، وبينظموا العملية وبيشيلوا اخواتنا واهلنا ذوي الهمم عشان يدخلوهم في مكانهم. كان الشباب قام بدور متميز جدا. الجزء الثاني واللي سيادتك قلته، المرأة الام والاخت العظيمة، المرأة المصرية العظيمة طبعا، اللي خدت ابنها ونزلت بيه عشان تنتخب، اللي خلت ابنها اللي هو ابتدى يعني يبقى عنده وعي شوية يبقى عنده بكرة نية انه هو كمان ينتخب. سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، نورتنا شرفتنا يا فندم. أنا شاكر لحضرتك يا محمد بذوقك، وشاكر ان انا كنت موجود مع حضرتك ضيف. تغطياتنا مستمرة مع حضراتكم على الهواء مباشرة وعلى شاشة القناة الأولى بعد قليل تمام 9:00 مساء ونشرة إخبارية جديدة.